معنا من اسطنبول سيد عز الدين ابراهيم الكاتب والصحفي الفلسطيني، مرحبا بك. اذا مجلس وزراء الخارجيه العرب دعا الى تاسيس اليه دوليه لرعايه السلام الفلسطيني الصهيوني، هل باتت الرباعيه الدوليه من الماضي؟ يعني ربما الكلام عن رباعيه دوليه الان هو كلام يعني ليس ذو معنى في ظل الموقف الحالي الذي يعني ثبتته الاداره الامريكيه مؤخرا بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حتى القرارات الجامعة العربية أيضا هي ليست ذات معنى في ظل يعني عدم وجود قرارات أو إجراءات عملية للرد على هذه المواقف الأمريكية. يعني نحن انتظرنا أكثر من شهرين على قرار ترامب حتى تجتمع الجامعة العربية أو الوزراء الخارجية العرب ليصدروا مثل هذا البيان الهزيل الذي لم يقدم أي حلول عملية، بل قدم جملة من المواقف التي اعتدنا عليها نحن كفلسطينيين وكمتابعين، لا تقدم شيء بقدر ما هي قرارات لا كلامية. تقدم شيء إذن، ولكن كان من المنتظر من المجتمعين أيضا إدانة قرار الإدارة الأمريكية وضع رئيس مكتب السياسي لحماس على قوائم الإرهاب، كيف ترى هذا الموقف العربي من القرار الأمريكي؟ يعني نحن نتعامل مع يعني واقع عربي رسمي، هو يعني بالأصل ينظر إلى حركة حماس كحركة إرهابية، لم يكن ذلك معلنا بشكل رسمي، لكن التسريبات والتقارير التي يعني نقراها ونتابعها يوميا في الصحافه الغربيه والصحافه الاسرائيليه يدل على ان الرسميه العربيه لا تختلف كثيرا في تصنيف حركه حماس كحركه ارهابيه او كحركه يعني تعمل يعني باجنده يعني ضد الاحتلال، وبالتالي يعني لن ننتظر من الرسميه العربيه مثل هذه القرارات. يعني نحن لنا بالداخل الداخل الفلسطيني اليوم وامس اصدر بيانات الصحافه الفلسطينيه، حتى منظمه التحرير الفلسطينيه اصدرت مواقف جيده مهمه ترفض هذا القرار، وبالتالي يعني لا نعول كثيرا على قرار او موقف من الجامعه العربيه بخصوص هذا الموضوع. اخيرا الملاحظ زياده الاعتقالات بين الصفوف الفلسطينيين لا سيما القاده منهم بعد القرار الامريكي على ان القدس عاصمه للكيان الصهيوني، كيف تفسرون هذا الاضطراد في الاعتقالات؟ يعني هذه موجة مستمرة منذ ال نعم. إذن شكرا جزيلا لك من اسطنبول للسيد عز الدين إبراهيم الكاتب والصحفي الفلسطيني.